انت عارف دايما كان يبقى في عندي افكار غريبه جدا بتقعد تيجي في دماغي. هي غريبه مش خطيره، يعني مثلا زي ايه؟ لما تيجي تقعد تشوف في حضارات قديمه جدا سحيقه يعني، وحتى من قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، هتلاقي انه الستات في هذه الحضارات القديمه كان ليهم ادوار مهمه جدا طول الوقت جدا، يعني بيشتغلوا في كل حاجه. احنا هنا بنتكلم على حاجات من الاف السنين، من آلاف السنين، حتى إنه في حضارات، مش هقول لك يا سيدي حضارات، شعوب ما بنتش حضارة بالمعنى المفهوم الحرفي والحقيقي لكلمة حضارة، زي الشعوب بتاعت اسكندنافيا أو الفايكنج على سبيل المثال. ما تقدرش تقول إن كان ليهم منتج حضاري، بس شعب موجود وغزا مناطق كبيرة جدا من أوروبا. بعض الدراسات بتفيد إن هم حتى نزلوا إلى جنوب المتوسط ودخلوا بعض المدن. برضو النساء كانت بتقوم في هذه الشعوب اللي ما كانش ليها إنتاج حضاري وكانت أقرب إلى الهمجية أو التوحش، الستات فيها كانوا حكام مقاطعات وقائدات لكتائب وحاجات زي كده. إيه الغريب طيب يا عم يوسف؟ الغريب إنه المجتمع البشري والمجتمع الإنساني مفترض جدا إنه مع تطوره فبيتطور كمان في نطاق الحريات الاجتماعية والمدنية وما إلى ذلك، تلاقي إنه لا، اللي حصل ده في العالم، اللي حصل إنه حصل تراجع غريب جدا جدا، أدى إلى إنه حتى في أوروبا بالمناسبة لفترة طويلة جدا عصور الظلام تراجع جدا دور المرأة، وحبسوها في البيت واعتبروها يعني لا تصلح إلا للمطبخ ولتربية الأطفال أو للإنجاب وتربية الأطفال والسلام عليكم، ما تطلعش بره البيت يعني. بعد كده تبدأ أوروبا تاني تحاول تعيد إنتاج حضاري أكثر حداثة، وتخرج المرأة بالمناسبة بعد كده، وده بالمناسبة برضه خرجت متأخر يعني ما هياش بدري. وخلي بالك أول خروج حقيقي للمرأة من المنزل كان مع الحرب العالمية الأولى، مش كما يشاع يعني أوروبا التي تقدمت وأنارت العالم. كل ده كلام فاضي يعني، مش حقيقي خالص خالص يعني، ملوش أي أساس من الصح. متحفظين جدا يعني طول الوقت، بقول لك هم خرجوا بسبب الحرب، بعد الحرب العالمية الأولى، نتيجة أن الحرب أبادت الرجال والشباب. بس مش دي المسألة، هي المسألة أنه لما بنيجي نتكلم لك وأخيرا المرأة قدرت أنها توصل لكذا وتصنع كذا وتشارك في كذا، هو ده المفروض كان يبقى مستمر. هتلاقي أن احنا في اليوم العالمي مثلا للحماية المدنية، أول فريق إطفاء نسائي في مواجهة النيران، يعني عندنا فرقة إطفاء نسائية، بنعتبر ده وكأنه البيان العملي من الحماية المدنية، إن احنا يبقى في عندنا سيدات وفريق نسائي في الحماية المدنية وتحديدا مطافي، ودي مهمة طبعا، هي شديدة الصعوبة شديدة الخطورة وبتحتاج تدريب فائق. لواء طارق الجمل وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. تحياتنا لحضرتك يا فندم. يعني كيف ترى اول فريق نسائي في الحمايه المدنيه تحديدا اطفاء؟ والله طبعا شيء جميل جدا وشيء رائع ان احنا نشوف العنصر النسائي زي ما بيشارك في مجالات كتير، بيشارك في مجال صعب ومجال مش سهل، وبيحتاج من الجرأة والشجاعة والإصرار إن هم يوصلوا للهدف بتاعهم. وطبعا بالنسبة للعنصر النسائي في الغالب يعني معروف عنه إن هو مش بالدرجة اللي هو بالجرأة اللي هو يقتحم النيران ويعمل عمليات إنقاذ وتنزل من على حبل من الطابق الخامس أو السادس. طبعا ده شيء جيد جدا وشيء رائع ومتقن وفني ويتسم بالدقة المتناهية. طبعا دي كانت براعة هنقول عليها قد تصل لحد الاحترافية. شيء جميل جدا ان احنا نشوف العنصر النسائي بالكفاءة دي، وطبعا يعني انها تنزل بحبل بالشكل ده شيء يفوق الوصف يعني. وده طبعا ما جاش كده من فراغ، احنا بنقول ان هدف الناس دي هي انقاذ الضحايا اللي محصورين في موضع معين
وبيحتاجوا حد ينتشلهم من هذا الوضع إلى وضع أكثر أمانا. طبعا على قدر الهدف تكون سرعة الانطلاق. العنصر النسائي تم تدريبهم بالشكل الكافي واللازم، لكن طبعا الكلام ده كان بيستتبعوا أو بيسبقوا إصرارهم وهدفهم إيه من التدريب وهيحققوا إيه من نتيجة في خدمة المجتمع. فطبعا كان شيء رائع جدا وأداء أنا هسميه أداء بطولي، وإحنا عايزين نعظم دور المرأة في هذا المجال. وطبعا هو مجال الإطفاء ومجال الإنقاذ. أيوة. طبعا مجالين جيدين جدا وبيحتاجوا من القائمين على العمل في هذا المجال زي ما قلت الجرأة والشجاعة والإيثار والتضحية والكفاءة في الأداء طبعاً. وطبعا ده إضافة للتقنيات الحديثة والتجهيزات اللي بيتم التدريب عليها باستخدامها في هذا الشأن. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء، نورتنا وشرفتنا. إلى أن نلتقي قريبا لازم نقعد نتكلم شوية على مسألة الحماية المدنية وتطورها الحقيقة الكبير اللي حصل في مصر. كل الشكر لسيادة اللواء طارق الجمال وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا. لأن الناس بالمناسبة اللي مش مستغربة على الإطلاق هذا الخبر، ليه؟ لأنه هو الستات دايما عندهم صبر وإصرار وجلد مذهل. اه والله، وإصرار الستات أكتر من إصرار. يعني الست لو فكرت في حاجة ما بتهمدش غير لما تحصل، غير لحد ما تحصل. بس في مسألة الحماية المدنية دي كمان أنا بظن مجرد ظن، يعني إيه هو؟ الستات دايما عندهم غريزة الحماية عالية جدا. الست أم، فهي دايما مستعدة للصراع لدرجة الاستقتال علشان تنقذ هذا الطفل أو هذا الوليد. فلما تيجي تستغل هذه الغريزة بشكل سليم وتوجهها في الشكل السليم، ثق أن أنت هتحصل دائما على أفضل نتيجة ممكنة. فتحية حقيقية خالصة جدا لكل السيدات في العالم وللسيدات المصريات.